استاذ ام محمد معانا من أهلا، السلام اسكندريه، عليكم. اتفضلي يا استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. الله يبارك في حضرتك ست محمد، لو سمحت لو تتكرمي عليا توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمت. عينيا. حاضر حاضر. اتفضلي يا ست محمد. لو سمحت يا عم الشيخ، انا كان ليا سؤال كده بعد اذن حضرتك. اتفضلي. انا كان ليا مرات، انا معايا احنا اربع بنات وولد واحد، فانا معايا اخويا لسه متجوز جديد، تمام؟ فمراته مش كويسه معانا نهائي، ومعايا بنت لسه بنت بنوت اختي في البيت، فهي كرهاها خالص في البيت وبتعمل مشاكل معاها ومقومه اخويا علينا، وتعتبر خسرتنا بعض يعني. هو هم قاعدين في نفس البيت؟ قاعدين معانا في نفس البيت، بس مش في مكان، يعني مش في مكان والدي. طيب يعني انتوا قاعدين في بيت واحد، فهم كل واحد في شقه. هما كل واحد يعني انا والدي وكده عامل دور كامل لوالدتي ولينا، واخويا دور كامل بعيد عننا يعني. طيب حضرتك فين السؤال بقى؟ طيب السؤال اللي هي مرات اخويا دلوقتي عامله مشكله كبيره، وتهمنا في كلام ما حصلش، وتهمنا في مشاكل كتيره، وهي حاليا غضبانه عند بيت ابوها مننا احنا، تمام؟ فهي كل اللي يعني كل اللي هي عايزاه ان هي تخسرنا بعض وخلاص، ومشيله اخويا من ماما وكده. السؤال بقى السؤال هل ده يكفي ان هو يطلقها؟ لا، هو ما طلقهاش ولا حاجه يعني. طب ويسأليني سؤال يا ام محمد. بس هو ما بي يعني هو بيسمع كلامها، هو بيسمع كلامها بكل حاجه. ام محمد انا عارف ام محمد انا عارف ان انت موجوعه، بس اسأليني سؤال عشان اجاوبك عليه. انت عايزه تعرفي تتعاملي ازاي مع الموقف ده؟ يا ريت. خلاص على دماغي من فوق اقول لحضرتك تتعاملي ازاي. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي لازم نعرف ان احنا عايزين بنتكلم بصراحه يعني. وانا بتكلم في الفتوى لازم اراعي السياق اللي احنا فيه، اراعي التفاصيل مجتمعنا. احنا تفاصيل مجتمعنا بنحب البهارات شويه يعني، ونحب المبالغه. فاذا اختلفت وفي كلام احنا بنعتبره يعني، انا لو قلت الكلام ده للست ام محمد هتقول لي والله كلمني الكلام اللي انا فاهمه، اللي هو كلام ايه؟ لما اجي اقول لها فوتي. احنا عندنا الكلام ده بنقول ان احنا نراعي الاختلافات اللي بيننا. مرات اخوكي واحده متجوزه في وسط اخوات بيعتبروا ان اخوهم دوت اللي فاضل لهم، فماسكين فيه، وعندكم حق. بس هي المساله كلها ان مسكنكم فيه ده لازم يبقى الراعي فيه ان في واحده جايه مش بنفس بيئتنا احنا مختلفين عنها. فلو ان انتوا كنتوا فوتوا اللي احنا بنسميه ادارتوا الخلاف بينكم، وعشتوا بالتراضي وحاولتوا توجدوا حاجه بينكم، كانت المساله اتحلت. بس للاسف انتوا ما عملتوش كده. طب نعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه نقعد مع بعض ونكلم بعض. انت بتقولي هي مش راضيه تقعد معانا، نقول لهم لا تعالي نتكلم ونتراضى نعمل ايه مع بعض. يبقى اول حاجه اقعدوا مع بعض وتصافوا وتكلموا مع بعض، وتذكري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيرهم الذي يبدا بالسلام. يبقى خيرهما الذي يبدا بالسلام. انتوا لو بديتي بالسلام انت الافضل. طب وكده ايه اللي حصل؟ هتحافظ على اخوكي ومحبه اخوكي. الامر الثاني تحذير، اوعي تسعي في خراب بيت اخوك. انتوا عندكم دي شيطان. اولا ما فيش شيطان ولا حاجه، انتوا كل الحكايه انتوا الاثنين مختلفين. حتى لو هي ارتكبت معصيه في حقكم فهي ما زالت مسلمه، ما زالت معاكم في نفس ان هي فقيره وفي نظر الله سبحانه وتعالى. فيبقى اوعوا تسعوا في خراب بيت اخوكم. الامر الثاني هو فين الدعاء يا جماعه؟ ما ندعي كده ان ربنا يصلح الحال. يبقى انت هتبتدي بايه؟ بالمحبه، وتحافظ على بيت اخوكي، وتدعي. التلاته دول هيغيروا حاجات كتيره جدا جدا في حياتكم. معانا الاستاذه فاطمه من المنوفيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ نعمه وفضل الحمد لله. ده انا بحب والله كلام حضرتك جدا، والله يريحنا كتير والله يا دكتور. على راسي والله. كل عام وحضرتك بخير. الله يبارك في حضرتك يا رب. والله يا دكتور انا عايزه حضرتك تدعي لي ربنا يفرج همي ويفك كربي
ويعيني على الناس اللي عماله تظلمني بالحق وبالباطل، لان هم عمالين يدعوا عليا بكلام قال ما هوش فيا وعاملين لي مشاكل وعايزين نسيب لي اسيب محلي والكلام ده كله. فانا نفسي حاجه يعني هم عايزينك تسيبي محلك؟ ايوه عمالين يأسوا صاحب المحل علينا ويقولوا كلام انا ما هوش فيا. انا اقول لك أنا أقول لك شوية حاجات. اول حاجة اول حاجة تعمليها ان انت تراجع شويتين تلاتة طريقة عملك، يعني ما تعتبريش ان انت انا والله بتعامل مع الناس بطيابة، لا انت تتعامل مع الناس بإدارة، يعني انت وموجودة وانت عندك المحل ده تديري محلك. تديري محلك يعني ايه؟ انت تبقى محافظة على ده، لان ايه اللي بيحصل؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اتقني عملك، أدي أول حاجة. يعني إيه اتقني عملك؟ ما تقوليش والله هم معوقيني ومش عارف أشتغل. الحاجة التانية والمهمة، لازم في حاجة اسمها صيانة العلاقات. لما ألاقي الناس كتيرة كده بتلمين عليا وابتدوا يأذوني، أراجع نفسي هو أنا بعمل إيه بتخلي الناس تتقلب عليا. عارفة عارفة مصطلح تتقلب عليا دي؟ يبقى أنا محتاج إن أنا أراجع، يبقى محتاج إن أنا أصون علاقتي. يعني انا لو بتكلم كتير عن الناس اتوقف، لو ان انا اسمعيني، لو ان انا بقول كلام صعب عن الناس اتوقف، لو ان انا بحاول دايما ادخل في صراعات اتوقف منها. الكلام ده مهم جدا يا سيده فاطمه. الحاجه الاخيره، انا عرفت، اتفضلي. انا عرفت ان انا ما كنت بتكلم مع الناس وكده، انا دلوقتي تجنبت الكل وقعدت في بيتي، بقيت اتجه للدعاء واتجه للصلاه. بس دي تالت حاجه بقى مع ربنا. دي تالت حاجه بقى ان انا عايز اقولها لك، ان انت لازم تغيري علاقتك بمولانا سبحانه وتعالى، يعني تحسني طريقتك وعلاقتك. ايه بقى يعني الكلام اللي انا قلته لك دوت اظنه مناسب لحالتك قوي. طيب انت بقى عايزه، يبدو ان انت عايزه تساليني سؤال تاني. ايه بقى؟ ايوه، عايزه ابتدي علاقه جديده مع ربنا من كل شيء، وابعد عن اي حد يأذيني، وعايزه تبقى علاقتي بربنا بس سبحانه وتعالى. تعالي اقول لك ثلاث حاجات تبتدي بيهم. اول حاجه تحافظي على فرائضك، تاني حاجه تدوري على سنن بتحبيها وتعمليها، تالت حاجه كتري ذكر الله وخاصه الصلاه على حضره النبي. حافظي على الفرائض ما تضيعيش فرائضك، وعلى صلواتك الخمسه، تحافظي كمان على السنن، وتعملي لك كمان صدقه لطيفه تعمليها تحافظي عليها، زي صدقه الكلام الطيب، صدقه من الانفاق من المال. تالت حاجه تكتري ذكر الله وخاصه الصلاه على حضره النبي. لو عملتي ده اعتقد لنفسك بتتقدمي لقدام وتستطيع ان انت تصلي الى ده. بس بحذرك من حاجه، الوقت اللي انت فيه ده في ناس كتيره بتروح بقى تتعلم شويه علم، ايه، تسمع كتير من الفيديوهات وتبتدي تتحول الى الحكم على الناس. الناس دول ما كانوش مؤمنين لما عملوا كده فيا. انا بحذرك ان انت تعملي كده. خليكي مهتميه بقلبك، خليكي مهتميه بنفسك، عشان تقدري تصلحي ما بينك وبين الله. من اصلح نفسه اصلح الله ما بينه وبينه. فلازم نعمل كده. معانا الاستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك محمد محمود يا فندم. اهلا وسهلا يا سيد محمد. بس اذنك، بس انا مستمع لحضرتك، بس سؤالي في حته ان تحديد الطفل لحد سنه كام؟ تاني كده، تحديد سن الطفل يعني؟ طيب قول لي، طيب انت ايه بقى ايه بتسال فين؟ الطفل عندنا في قانون الطفل الى 18 يعني الى في قانون اسمعني في حكايه الشغل، بس انا عايز اعرف الطفل يعني لحد سن كام انه ما يشتغلش في الشغل، ما يبتديش قبل سن 16، ولو ابتدى بعد سن 16، احنا عندنا الطفل بيستمر لغايه سن 18، لو ابتدى بعد سن 16 ليه شروط محدده نص عليها قانون 12 لسنه 2003 فيما يتعلق بعماله الاطفال، وهناك مشروعات لتطوير هذه الشروط في القانون في التعامل مع الطفل. انت لو بتسال هل الكلام ده شرعي؟ طبعا شرعي. طبعا شرعي ليه؟ لان احنا دائما مع الحفاظ على الأطفال والسعي للحفاظ عليهم بشتى الصور. اتفضل، سؤالك فين يا سيد محمد؟ أنا سؤالي بس كان في موضوع تحديد السن، لأن لما كنت بستمع لحضرتك ما كنتش ما حددتش موضوع السن يا شيخ. أنا قلت لحضرتك ما يشتغلش قبل 16 عشان قانون 12 لسنة 2003، ما يشتغلش قبل 16، ولو اشتغل قبل 16 ولو اشتغل بعد 16 في شروط معينة، إنما سن الطفوله اللي نص عليه قانون الطفل هو 18 سنه. يا ساده، الكلام اللي احنا اتكلمناه فيما يتعلق بعماله الاطفال كلام
خطير ومهم، وعشان كده لازم نهتم بيها، وتذكروا ان من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس. وانا عايز اقول لكم في عين الحفاظ على النفس الحفاظ كمان على الإنسانية والحفاظ على نفسية الناس، وعشان كده لازم نهتم بنفسية الأطفال.